قال الله عز وجل في سوره الماعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال سبحانه في سوره الحاقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وقال عز وجل في سورة المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال عز اسمه في سورة البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه وقال تبارك وتعالى في سوره المطففين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ألا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركات ومثلها ومثلها آيات اخرى نزلت في العهد المكي تذكر بالاضافه الى قضيه الايمان بالله والمعاد وعنوان الصلاه تذكر عناوين مكرره من الاثام والجرائم التي قد يرتكبها الانسان وينال عليها عقابا شديدا في الاخره من عند الله عز وجل في ذلك الوقت في العهد المكي كانت الموبقات والمعاصي والجرائم والفواحش بانواعها ترتكب يعني اذا اردت ان تتحدث عن الزنا اعوذ بالله عن الزنا واخواتها اذا اردت ان تتحدث عن القمار تتحدث عن المعازف والغناء المحرم اذا اردت ان تتحدث عن شرب الخمر فيمكنك ان تصف ذلك بما تشاء وهناك نصوص كثيره تتحدث عن هذا المجال وصور عديده منقوله في هذا الباب ومع هذا لا نجد ان السور المكيه في الايات التي تلوتها وايات اخرى تتناول مثل هذه العناوين المحرمه، مثل هذه المعاصي، مثل هذه الموبقات وانما تركز على قضيه حقوق اليتامى تركز على قضيه حقوق المساكين تركز على قضيه حقوق العبيد تركز على مساله الغش التجاري على الحقوق الماليه للناس وربط ذلك كله بالكفر وعدم الايمان بالاخره والمعاد والجنه والنار ثم اننا لو رجعنا الى الترتيب الزمني لنزول الايات القرانيه المتعلقه بالزنا بارتكاب الفواحش الشبيهه بالزنا بشرب الخمر بلعب القمار بقضيه المخالفات في الستر الشرعي للمراه لوجدنا لو انها ان هذه الايات القرانيه نزلت في العهد المدني بل ان, إن بعضها نزل في العهد الوسيط المتوسط من العهد المدني يعني بعد مرور خمس او ست سنوات من الهجره الى المدينه المنوره لماذا لماذا هناك تركيز على تلك العناوين في السور الاولى وتاخير في طرح تلك العناوين الاخرى وارجائها الى العهد المدني الا يستحق الامر شيئا من التامل والتفكير على الاقل لربما لا نصل نحن الى نتائج اكيده وحاسمه في الامر ولكن على الاقل من باب الاحتمال علينا ان نفكر لماذا كل هذا التصوير والتقديم لتلك الجرائم التي كانت ترتكب في مكه المكرمه وعدم ذكر اثام ومعاصي اخرى ايضا كانت موجوده وحاضره بقوه اليوم لو تطلب من اي متدين ان يضرب لك وبشكل عفوي دون تفكير ان يضرب لك امثله على المعاصي والاثام فان اكثر الناس سيبادرون الى القول الزنا شرب الخمر لعب القمار الغيبه الغناء المحرم ولعل قليلا ما نادرا ما يتبادر الى اذهان هؤلاء الناس المسلمين المتدينين منهم وغير المتدينين نادرا ما يتبادر الى اذهانهم العناوين الاخرى التي اهتمت بها السور الاولى التي نزلت في العهد المكي وجرمت مجموعه من المعاصي والاثام التي كان ياتي بها اهل مكه والمرتبطه باكل حقوق الناس بالغش التجاري بالظلم الاجتماعي بالعدوان على الضعفاء بعدم مساعده المساكين ارجو الانتباه جيدا انا لا اريد في كلمتي هذه ان اهون من ذنب او ان اقول ان هذا الذنب بسيط لو ارتكبه الانسان الامر هين في الاخره انا لا اريد ان اهون من امر الزنا والعياذ بالله او شرب الخمر او لعب القمار او الغيبه او غير ذلك ابدا ليس هذا اتجاه خطبتي ولكن ولا ادعي هذا الكلام وكل ذنب له قيمته والعقوبه عليه ايضا عند الله قد تكون شديده جدا في الاخره والله اعلم بكيفيه الحساب الالهي والتقييم الالهي لمثل هذه الامور والعقوبه عليها نحن لا نتدخل في هذا العنوان ولكن بحسب النصوص هي موبقات وجرائم واثام ولكن سؤالي هو لماذا هناك في ذهنيه المسلمين حضور لمجموعه من الاثام والمعاصي هي متأخرة رتبة على الأقل في الطرح وعادة الإنسان عندما يريد أن يطرح أمرا ما وعند مجموعة عناوين مشتركة يطرح الأهم والأولى فالله عز وجل لربما عندما طرح تلك العناوين يريد أن يقول لنا هذه المعاصي أعظم جرما هذه المعاصي أشد لدي الآن المجتمع المكي يشرب الخمر، يلعب القمار وغير ذلك، يغتاب إلى آخره، ولكن الأشد جرماً هو أكل حقوق الناس. الأشد جرماً هو الفساد من نوع الظلم الاجتماعي. الأشد ظلماً هو ما يرتبط بحقوق الناس. هذه العناوين عندي أكبر من تلك العناوين ولذا اركز عليها ولذا اقول بان هذه القضايا يجب ان تعالج ويهتم بشكل كبير في معالجتها ان لم ندعي انها اعظم فعلى الاقل هي ليست اقل جرما من لعب القمار ومن الزنا ومن شرب الخمر وامثال ذلك اليوم الخطاب الديني الاخلاقي والشرعي عند المسلمين على اختلاف طوائفهم ولا استثني احدا لا يركز على هذا ال... هذه النوعيه من المعاصي التي لربما هي الاخطر والاعظم التي ركزت عليها السور المكيه باعتقادي ان هذا اثر حتى على اجندات كثير من الاسلاميين عندما يطرحون اولوياتهم في مجلس الامه على سبيل المثال عندنا في الكويت تجد ان عناوين مرتبطه باللبس الشرعي عناوين مرتبطه بشرب الخمر وغيره تجدها حاضره بقوه بينما عناوين اخرى ايضا هي من ابتلاءات المجتمع وترتبط بحقوق الناس بالفساد بكذا الفساد المالي وغيره تجد ان هذه العناوين غير حاضره او متاخره زمنيا او لا تثار من قبل من قبلهم بشكل كبير هذا لم ياتي من فراغ بل بل حتى أولئك المتطرفون الإسلاميون والتكفيريون الذين سنحت لهم الفرصة أن يحكموا هنا وهناك في ضمن الحروب الأهلية التي شهدتها المنطقة خلال العشرين أو أقل أو أكثر من السنوات الماضية ماذا كانت أجنداتهم وأولوياتهم؟ من الذين عوقبوا من قبلهم في الساحات العامه اليس التركيز على بعض العناوين التي ذكرت انها متاخره زمانيا ولربما متاخره رتبه ايضا من حيث الشده والقوه بينما لا نجد ذكرا واضحا لجرائم وعناوين ارتكبت وترتكب في كل المجتمعات بحق الضعفاء وبحق اليتامى وبحق حقوق الناس وفي الغش التجاري وغير ذلك. للاسف الشديد هناك شواهد عديده ايضا على ان شريحه يعتد بها من المتدينين وانا اخص هؤلاء بالذكر انهم المفروض هؤلاء عندهم وعي شرعي، وعي اخلاقي، التزام ديني ان شريحه يعتد بها من المتدينين اذا جاءتهم الفرصه وكانت متعلقه بفساد مالي او اداري او يطرح عليهم كمجرد افتراض انك لو كنت في مثل هذا الموقع الذي تستطيع من خلاله ان تمد يدك على مال عام أو أنك على سبيل المثال تتلقى رشوة أو أنك أو أنك من هذه الصور المختلفة هل تقدم على هذا؟ هل يقدم على هذا؟ الصور عديدة قضية الرشاوة قضية المساهمة في غسيل أموال تجار المخدرات وتجار الأسلحة تجار المحرمة في قضايا المختلفة هل تقدم على هذا بل هل اقدم منهم على هذا اي نعم هناك شواهد عديده انك عندما تساله يقدم لك مبررات شرعيه عناوين مختلفه من خلالها يريد ان يقول لك بان هذا يعني اقصاه اقصاه هو ذنب بسيط يعني ليس بالامر الكبير ومثلهم متدينون من اهل الصلاه من اهل حضور المساجد وفي الصفوف الاولى من اهل الصيام والحج وغير ذلك من اذا ارتبط الامر بالغش التجاري اذا ارتبط الامر باكل حقوق الناس عن طريق المواريث اذا ارتبط الامر بتنفيذ المشاريع والمقاولات وهم متدينون بين قوسين وهم من اهل المساجد بين قوسين تجدهم لا يتحرجون بالمستوى الذي هذه الشريحه وتلك الشريحه السابقه لو عرضت عليها اكلا مشكوك التذكيه طعاما مشكوك التذكيه فانه يسال الف سؤال وسؤال حتى يتاكد ان هذا النوع من اللحم مباح حلال اكله ام لا. تجده يفكر الف مره ومره بان هذه اللعبه ويسال ويستفتي هل هي قماريه او ليست قماريه او فيها شبهه قماريه وشبهه تحريم. تجده يسال عن هذا الطعام هل يحتوي على شيء نجس او محرم الاكل؟ تجده يتحرج عن سماع الغناء لا يقدم على سماع الغناء يسال في الموارد المختلفه عن انواع الموسيقى هذا كله جيد التدين في هذه العناوين الالتزام الشرعي في هذه العناوين ممتاز ومطلوب ولكن ان يعيش الانسان بين قوسين المتدين مثل هذه الحاله من التحرج والتدين والتقوى في عناوين من هذا القبيل بينما عناوين يبدو انها اعظم واخطر عند الله وهي المرتبطه بحقوق الناس والظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي والغش التجاري وغير ذلك تجده لا يتحرج او تجده يبحث عن مخارج بين قوسين شرعيه ليبرر فعلته في هذا المجال هناك احتمال ان هذا هذه التربيه التربيه الخاطئه الاخلاقيه والشرعيه في المدرسة الاسلامية عموما عند المذاهب هي نتاج تحالف تاريخي قديم جدا يعود الى مئات السنين بين بعض السلطات الحاكمة ووعاظ السلاطين اتفق من خلالها بنحو ما على ان يتم التركيز على عناوين معينة ان هذه هي الذنوب هذه هي الاثام والتغافل عن عناوين اخرى لان تلك العناوين هي التي تهم اصحاب المصالح اولئك وبالتالي تم صياغه الخطاب الديني تدريجيا عبر الزمن ووصل الينا للاسف بهذه الصوره بحيث اننا حتى من دون ان نشعر من اللاوعي عندنا عندما نتحدث في خطابنا الديني وانا اتكلم عن اصحاب الخطاب الديني الذين يقدمون الخطاب الديني خطابه كتابه تاليفا وغير ذلك وتعليما للاطفال عندما نزرع مفردات المعاصي فان العناوين التي تتبادر الى اذهاننا دائما هي قضيه الغناء هي قضيه القمار هي قضيه شرب الخمر هي قضيه الزنا وهذه عناوين لا شك انها محرمه ولكن ولكن نحن نتحدث عن غياب عناوين اخرى ان لم تكن اشد حرمه فهي على الاقل لا تقل حرمة عن هذه وان الله يغضب يغضب لضياع حقوق الناس وللظلم الاجتماعي ولاكل حقوق الناس غضبا شديدا ان الظلم الاجتماعي والغش التجاري واكل حقوق الناس في التعاقدات الخدمية واستغلال الضعفاء والفساد المالي والاداري لا تقل قبحا عن الزنا والاستماع الى الغناء وشرب الخمور ولعب القمار ان لم تكن اشد قبحا وعقوبه اخرويه وهذا ما يمكن ان نستشفه من تركيز السور المكيه على نوعيه محدده من المعاصي والجرائم في المجتمع المكي على الرغم من انها لم تكن الوحيده المنتشره فيه حين ذاك وهذا ما يجب أن يدفعنا في العموم إلى إعادة النظر في خطابنا الديني الشرعي والأخلاقي لا من حيث الأسلوب فحسب بل ومن حيث المضمون أيضا وواحدة من العناوين التي بحاجة إلى إعادة نظر وتعديل هو ما له علاقة بنظرتنا إلى المعاصي من حيث حضور بعض مفرداتها الغائبة عن الذهنية المتدينة أو الحاضرة بدرجة ضعيفة من القبح لا تتحقق من خلالها التقوى عند الابتلاء بها على الرغم من أنها بحسب ظاهر القرآن الكريم لا تقل سوءا عن كثير من المعاصي التي نتجنبها إن لم تكن أعظم وأكثر خطرا وأشد عقوبة في الآخرة ولعل في التجارب العديدة التي خاضها الاسلاميون وعايشناها على مر السنوات السابقه ما يكفي ليكون دليلا على وجود مثل هذا الخلل الخطير الذي عبر عنه امير المؤمنين علي عليه السلام، الذي عبر امير المؤمنين عليه السلام عن جانب منه بقوله ولبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا. اللهم بصرنا بامور ديننا ودنيانا